الله اوقاتكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده مع برنامج رواد الاعمال. كما عودناكم في كل حلقه نستضيف رجل او سيده اعمال. معنا اليوم رائده الاعمال مدام منال من حضانه مونتسوري. اهلا مدام. اهلا وسهلا. بدايه بنرحب فيكي معنا بالبرنامج ونتمنى تعرفينا المزيد عنك وعن عن بدايتك مع الحضانه. تمام. انا اسمي منال شهوان. اجيت دوله الامارات في 2007 بفكره انشاء حضانه تعليمية، وأسست حضانة مونتسوري الكندية في 2007. حضانة مونتسوري الكندية بتتبع نظام المونتسوري في التعليم. مدام منال، ممكن تخبرينا المزيد عن الخدمات والأعمار والميزات اللي تميزت فيه حضانتكم؟ حضانة مونتسوري تتبع نظام المونتسوري، واختياري لمونتسوري بالذات لإيماني بفعالية منهجها التعليمي في تعليم الأطفال بطريقة مميزة، اللي هو عن طريق التعليم الذاتي والاكتشاف. بيهدف منهج المونتسوري زي أغلبية المناهج الموجودة، بس المونتسوري بيتميز بأنه بيطور الطفل بشكل كامل لتعزيز قدراته الاجتماعية، الجسدية، العقلية. وبيعتمد أكثر شيء أو بيركز منهج المونتسوري أنه هو منهج غير تقليدي، بيركز أو بيستند في تركيزه على التنمية الفردية للطفل وعلى احترام اختيار الطفل في تطوير مهاراته أكثر من الحضانات التقليدية. ونستقبل الأعمار من 0 إلى 4 سنوات اللي هي مرحلة ما قبل المدرسة. طبعاً أعمار المونتسوري كمان تختلف عن أعمار الحضانات التقليدية، إنه إحنا في ميكس أعمار مختلطة، أعمار ما بين مثلاً سنة ونص لثلاث سنين ممكن، أو من سنتين ونص لأربع سنين، لأنه فلسفة المونتسوري الكبير بيعلم الصغير، فبرضه في اختلاف عن الحضانات التقليديه. مدام منال، بعد النجاح اللي حققتوه خلال 16-17 سنه السابقين، ما هي خطتكم ورؤيتكم المستقبليه؟ خطتنا اللي جايه انه احنا يكون عندنا اكثر من فرع، فاحنا فتحنا الفرع الثاني للحضانه الام اللي هي لها 17 سنه، والفرع الثالث ان شاء الله حيكون قريبا في اماره اخرى. نتمنى لكم التوفيق. مدام منال، بدنا نعرف ليش اخترتي دوله الامارات وخصوصا اماره الشارقه لتاسسي فيها عملك الخاص؟ اخترت الإمارات بوجه خاص إمارة الشارقة لأنها إمارة تدعم الثقافة والعلم، وهي إمارة الثقافة، عاصمة الثقافة. ولدعم الشيخ سلطان بصراحة لهذا المجال بالذات، مجالات الحضانات، ويمكن الإمارة الوحيدة اللي هي عندنا حضانات حكومية في إمارة الشارقة، فهو داعم قوي جدا لهذا القطاع. وحسيت أنه يعني أكثر مكان ممكن الواحد فعلاً إذا نظام جديد زي نظام المونتسوري إنه يبين أكثر هون، الاهتمامه كتير بهذا المجال. بالنهاية مدام منال، ممكن تخبرينا وتخبري جميع الأهالي والمشاهدين اللي بتابعونا حالياً كيف نقدر نوصل ونتواصل مع الحضانة؟ الحضانة لها فرعين. الفرع الأول في منطقة الخالدية في الخان، والفرع الثاني في كريستال بلازا على البحيرة في إمارة الشارقة. شكرا جزيلا مدام، نتمنى لك دائما التوفيق والنجاح. تسلم. الى هنا اعزائي المشاهدين، نختتم حلقتنا لهذا الاسبوع. تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC الخليجيه وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي امان الله.